قم باختيار الثقل المناسب واجلس على المقعد المخصص لجهاز البريشر. وضع ذراعيك على الوسادة ثم أمسك بالمقبض بحيث تكون راحات يديك موجهة نحو الأعلى، ثم أطلق زفيراً بالتزامن مع رفع المقبضين، وشد عضلات البايسبس مع التوقف للحظة عند أعلى نقطة للحركة، ثم قم بإنزال المقابض بهدوء بالتزامن مع أخذ الشهيق تمهيداً للعودة لوضعية البداية، ثم قم بتكرار التمرين.